مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير مشروبات صيفية لكل أيام الأسبوع بهيدا الشكل، كتير صحيين وطيبين، وكل يوم فينا نعمل مشروب من هيدا المشروب. شايفين منا أشكال كتير كتير روعة ومغذيين بنفس الوقت. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا أول شي حليب بارد، كمان بحط موزة، فريز، كمان بحط عسل حوالي ملعقة طعم، نسكر منيح. هلا بخلطهم مع بعض. بسم الله. خلصنا التخليط، نحطهم بالكباي. هذه اول سموذي عملتها انا وياكم، موز وحليب وفريز، بحطها على جنب. السموذي الثاني اللي بدي اعملها انا وياكم، اول شيء بحط ثلج، خوخ. هيدول سموذي كتير صيفية وطيبة، رائعة كتير. رح حط كيوي، فريز، عسل، ملعقة طعام كمان، خليطهم منيح. هاي صاروا جاهزين. هادي السموذي التاني اللي عملتها انا وياكم. السموذي التالتي عبارة عن ثلج، فريز، وليمون. نحط الليمون. هيدي ما رح حط فيها عسل، رح حط فوقها كيوي. هيدي السموذي الثالثة. هلا الرابعة، حط ثلج، بدي اعمل موز وليمون، حط الليمون كمان. السموذي الخامسة عبارة عن فريز وموز مع الثلج، بحط عسل،
الثلج. هذا سموذي الخامس. هذه السموذي الخامسة. عندنا حليب، بحط عسل، كمان فريز، وبحط ملعقتين طعام من الشوفان. نفس الشيء بنخلطهم منيح. بس خلطتهم منيح، هلا بحطهم بكباية. صرت عاملة 6 انواع من المشروبات. هلا بدي احط كل الانواع. هيدا المشروب السابع، بحط خوخ، بحط كل الفواكه الموجودة عندي وأعملها كوكتيل. فريز، موز، كمان بحط ليمون. هيدي السموذي السابعة، عملت على أيام الأسبوع، كل يوم عملت لكم وحدة بتعملوها. 7 سموذي. هيدي كمان تركتها كتير طبيعية، بدون ثلج، بدون عسل، بدون شيء. خلصنا تحضير سموذي لأيام الأسبوع كلها أنا وياكم. هول كل أنواع سموذي اللي عملتها أنا وياكم بهيدا الشكل. عملنا 7 انواع. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.